أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. غريب يا مظلوم، كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. تربة الطف لا عدتك السجال، بل سقاك من أهل هطال. طاول السبعة الشدادة ببوغاء على صبط أحمد ينهال. إنما أنت مجمع الرسل، لكن بك عنك كانت لهم أشغال. مهبط الوحي عنده في هبوط وصعود جبريلها ميكال. فيك قد حل سيد الرسل طه وحسين، فيك قد حل سيد الرسل طه وعلي وفاطم والآل والسرايا. بني نزار، ولكن فيك جذت يمينها والشمال. واستفزت لحرب آل علين عصب قادها العمايا والضلع. وعليهم قد حرمت يا لنفسي ورد ماء الفرات وهو الحلا. كل الفخر نلتينا، كل الفخر نلتينا يا كربلاء من حظك، كل الفخر نلتينا. بغداد فيها رضا وارض المدينة رضا. ولا بلد نزلوها إلا وفيها رضا. وانت عليهم فستي بالجثة المرض، وانت عليهم فستي بجسم تضمين. وحسينا طوبى إليش من تربى يا
القلصات عبن وارش يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوارش أبدا فلا يتحسب من يندفن بجوار وانت عليهم بستيب جسم تضمي وحسينا نلت الفخار يا كربلاء دون البلادي نلت الفخار يا الغادر يبدا بحج حسين آتعنا لك الزوار من كل الأراضي إلى وين يا زوار قالوا الغار وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون قال إمامنا الكاظم موسى عليه أفضل الصلاة والسلام إن لله تعالى على خلق حجتين ظاهرة وهم الأنبياء والأئمة وباطنة وهو العقل دور العقل ويكون بحثنا ضمن محاور ثلاث المحور الأول مرجعية العقل في أصول المعارف العقائدية العقلية والمحور الثاني ضمن مرجعية العقل في فروع المعارف العقائدية المحور الثالث حول هل للعقل أن يحكم أو ينهى عن شيء أم لا أما المحور الأول مرجعية العقل في أصول المعارف العقائدية العقلية فمن المعلوم أن للعقل درجة إدراك لحقائق عقلية وفي مقدمة إدراكات العقل إدراكه لوجود أصول المعارف العقائدية العقلية ومن ذلك العقل يملك البرهان على توحيد الله عز وجل يمتلك العقل قوة إدراك وبرهن على وجود توحيد الله فإن العقل يدرك وجود خالق للمخلوق وصانع للمصنوع ولا يمكن إثبات العقل بالقرآن وذلك لمحذور الدور الفاسد الباطل
لأن الاستدلال على وجود توحيد الله بالقرآن يستلزم أن الخالق موجود قبل القرآن. إذا ثبت الخالق ثبت القرآن، ولا يصح الاستدلال على توحيد بآيات قرآنية، لأنه يلزم توقف وجود على وجوده، يعني توقف وجود التوحيد على التوحيد، وهو دور فاسد بالضرورة العقلية. إذن العقل يستدل على توحيد الله. يقول الرسول محمد كل مولود يولد على الفطرة، وسئل الصادق عن حديث النبي ما الفطرة؟ قال توحيد الله. إذن مرجعية العقل قائمة على تأسيس أصول المعارف العقائدية العقلية. وكذلك العقل يدرك ضرورة بعثة الرسول محمد. وذلك بهذا البيان، وهو بيان الهدف والغاية من الخلقة، تتوقف على بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سئل الباقر والصادق عن الآية، قال إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون الله. فمرجعية العقل في أصول المعارف العقائدية العقلية، وما جاء في القرآن يطرح التوحيد كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقول الله قل هو الله أحد، هذه آيات وأدلة إرشادية وليست أدلة تأسيسية، يعني ترشدنا أن ما أدركه العقل إدراك مقبول، إنما أدركه العقل إدراك صحيح، إنما آمن بالعقل يؤمن بالشر، فتحمل الآيات على الأدلة الإرشادية لا على الأدلة التأسيسية. لاحظوا، تحمل الأدلة على الدليل الإرشادي، وبذلك نطق الشيخ الأعظم الأنصاري طاب ثراه قائلا إن الأدلة السمعية، إن الأدلة السمعية ألطاف في الأدلة العقلية، لطف مقرب، يعني ما آمن بالعقل مؤسسان لا يختلف عنه الشر، فتحمل الآيات على الدليل الإرشادي لا على الدليل التأسيسي. هذا المحور الأول في مرجعية العقل
في أصول المعارف العقائدية العقلية. المحور الثاني مرجعية العقل في فروع المعارف العقائدية، في فروع المعارف الاعتقادية. وعلينا أن نقسم الفروع، فروع المعارف، إلى قسمين: فروع المعارف العقلية، القسم الثاني فروع المعارف النقلية. صلوا على محمد وآل محمد. قلنا فروع المعارف لأنها متفرعة على أصول العقائد الحقة. والقسم الأول فروع المعارف العقلية كعصمة آل محمد. فإن العصمة فرع النبوة والإمامة، وقد قال النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: وعلي وفاطم والحسن والحسين معصومون مطهرون. ولأن العصمة قال بتأسيسها العقل ولم يقل بتأسيسها الدليل النقلي، بل المؤسس للعصمة هو الدليل العقلي، وعبرنا عنها فرع لأنها متفرعة على الأصل العقائدي العقلي، وهو أصل النبوة والإمامة. إذن مرجعية العقل في فروع المعارف العقائدية من القسم الأول فروع المعارف العقائدية العقلية، ومثالها العصمة. القسم الثاني فروع المعارف العقائدية النقلية، ولها مثالان: الأول الرجعة، الثاني عالم الأنوار. أما المثال الأول الرجعة من ضروريات مذهب أهل البيت، ونحن نعتقد برجعتهم لقول إمامنا أبي الحسن الهادي النقي: ومصدق برجعتكم. ويقول مولانا الصادق: أول من تنشق عنه الأرض هو الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد. فهذا من فروع المعارف النقلية: العقل لا يدرك رجعتهم ولا يؤسس رجعة لأهل البيت، بل الطريق إلى الاعتقاد بالرجعة منحصر بالدليل النقلي لا الدليل العقلي. المثال الثاني من فروع المعارف العقائدية عالم الأنوار.
وهو عالم الروايات فيه متواترا، يعني يقطع الأعلام بوجود عالم النور. يقول أبو الحسن الهادي: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هذا المحور الثاني من البحث، مرجعية العقل في فروع المعارف العقائدية. من قسمها الأول فروع المعارف العقلية، مثال العصمة. الثاني فروع المعارف العقائدية النقلية بمثالين، الأول مثاله الرجعة والثاني مثاله عالم الأنوار. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هذا تمام الكلام في المحور الثاني. المحور الثالث مرجعية العقل. هل للعقل أن يؤسس حكما أو ليس للعقل أن يؤسس حكما؟ ولنا مدرستان، الأولى المدرسة الإخبارية، الثانية المدرسة الأصولية. المدرسة الأولى الأخبارية لا ترى حاكمية إلى العقل في تأسيس الأحكام الشرعية، بل الطريق في تأسيس الأحكام منحصر بالأخبار، ولذلك قيل لهم الأخبارية. والاختلاف بين الأصوليين والأخبار اختلاف ضئيل علمي، ولكل مدرسة أدلتها وأطروحاتها ومعالم مدرستها. بينما المدرسة الثانية الأصولية ترى أن للعقل أن يطرح حكما، أن يؤسس حكما شرعيا، وذلك ضمن موردين: المورد الأول المستقلات العقلية، المورد الثاني الملازمات العقلية. أما المورد الأول المستقلات العقلية فإن العقل لو ترك لأدرك حسن العدل وأدرك قبح الظلم، وإن لم تكن لدينا آية تأمرنا بحسن العدل أو تنهانا عن الظلم، لكن العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم. وإن لم تكن لنا آية أو رواية عن آل محمد. لاحظوا إن للعقل قدرة في المستقلات العقلية بالمثالين: حسن العدل وقبح الظلم. لو ترك العقل وحده لأدرك أن العدل حسن وأدرك أن الظلم قبيح. العدل حسن فيرجح فعله، والظلم قبيح فيرجح العقل تركه. لاحظوا
المجال الثاني للعقل في الملازمات العقلية، ونعني الملازمات الملازمة بين وجوب الشيء ومقدمته، مثاله الاستطاعة إلى الحج. تقول الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع، والاستطاعة مقدمة وجوبية، فإن وجوب الحج يتأسس عن طريق الاستطاعة، بينما الذهاب إلى مكة وقطع المسافة مقدمة وجودية، بالمسافة يتحقق امتثال الحج. فالعقل هنا يدرك الملازم، فالعقل هنا يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فلو فرضنا أنه لا يوجد عندنا دليل على قطع المسافة إلى مكة، لأدرك العقل قطع المسافة. لماذا؟ لوجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وما لا يتم الواجب إلا بيصير واجبا. هذا كمحصل للمحور الثالث: هل للعقل أن يؤسس حكما أم لا؟ قلنا على رأي المدرسة الأصولية في مجال الملازمات العقلية وكيف نتج من الملازمات قاعدة يؤمن بها الأعلام، تقول: ما حكم به العقل حكم به الشرع. يعني ما أدرك العقل مصلحته الشرع لا يخالف إدراك العقل، ما أدرك العقل مفسدته الشرع لا يخالف مدركات العقل. في المستقلات العقلية التي نتجت هذه القاعدة العلمية: ما حكم به العقل حكم به الشرع. وكذلك العقل الشرع يتبع العقل في الملازمات، لأن العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذن العقل قد لا يدرك، لماذا يجب على المجنب أن يغتسل؟ العقل لا يدرك ما هي الفلسفة، ما هي العلة، ما هي الحكمة في وجوب الغسل على المجنب. العقل لا يدرك، العقل لا يدرك إن المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا يجب عليها العدة. العقل لا يدرك لماذا لا تجب عليها العدة. العقل لا يدرك لماذا يجب السجود على الأرض ولا يصح السجود على الزل. العقل لا يدرك، العقل لا يدرك إن أفضل أرض للسجود هي أرض مولانا الحسين بن النبي محمد. فقد ورد على لسان الصادق قوله: إن السجود على طين قبر الحسين يخرق الحجب السبع. فإن أفضل أرض هي أرض كربلاء، وها هو الحسين يشرفها بالوصول إليها.
إذ كبر أحد أصحاب لم كبرت؟ قال أرى النخل. فقيل لا عهد لنا بالنخل في هذا المكان. فقال أحد أصحابه بل أرى رايات القوم وخيول القوم متوجهة. أليس لنا مأمن؟ أليس لنا مكان؟ قالوا هذا ذو حسم جبل، خذه على يمينك. فمشى إليه، اطلع عليه الحر ومعه ألف فارس وقد اشتد بهم العطش. يا قوم اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا وحسينا. فكان الرجل يشرب ويقدم فرسا يشربها ثلاثا خمسا. يقول علي بن طعان المحاربي كنت آخر من جاء من أصحاب الحر وقد اشتد العطش فصرت أشرب والماء يسيل. فناداني الحسين اعطف السقاء أنخ الراية وأنا لا أدري ما يقول. فقام الإمام وسقاني. ماذا فعل علي بن طعان المحارب يا شيع بالإمام؟ يوم العاشر مرة والإمام يصرخ وعق جدي أنا عطشان وعق أبي المرتضى أنا ظمآن. رفس الإمام برجله وحسينا حر لنا أم علينا؟ بل عليك لا أتبعك. فقال الحر لا أدعك. فقال الإمام يا حر ثكلتك أمك. فقال يا حسين أما والله لو قال أحد من العرب وهو على الحال التي أنت فيها ما تركت ذكر أمه من سبيل، ولكن ما أقول في أمك فاطمة الزهراء. فقال الحر خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك المدينة، وأنا أكتب لابن زياد أصحابي من يعرف الطريق على غير الجادة. فقال الطرماح أنا. قال خذ بزمام الناقة وحد حدوى. أخذ بزمام الناقة ونادى يا ناقتي لا تدعري من زهر. يا الله وشمري قبل طلوع بخير ركبان وخير سافر. يا الله آل رسول الله آل الفق الطعين نب الرما حس الضاربين بالسيوف البوتر. أيد حسينا سيدي بنا. يا الله يا مالك النفع معا أيد حسينا سيدي
إذ وقف الجواد زجر لم ينزجر بعث لم ينبعث أصحابي اسم آد الأرض فقالوا نينوى هل لها اسم غير هذا قالوا العق هل لها اسم غير هذا قالوا العق قال أعوذ بالله من العق هل لها اسم غير هذا قالوا الطفوف هل لها اسم غير هذا قالوا كربلاء قال كربون ها هنا محط الخيام ها هنا تذبح الرجال ها هنا تحرق الخيام ها هنا يصعد شمر على أنا ما هاجت أحزاني لأجل ذبحة رجالي حزني يا أبو فاضل على ضيعة أطفالي إش حال زينب لو بقيت من غير متحيرة بيتها مدهوشة وغريبة وحسينا وإن كان ذي كربلاء بشرب بلاء ونزلوا ترى لاحت علامات المناء لازم بجانب النهر نقضي ضمى واجسادنا تبقى على الغبر رمي بحق هذه الدمعة فرج عن كل مريض فك كل عجل فرج المولى صلى الله عليه وسلم.